السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إخواني أخواتي. مرحبا، السلام عليكم إخواني أخواتي. رانا هنا في بولوغين دومولان، فيضانات عارمة لأسباب بشرية وليست طبيعية فقط. يعني نبدأ تحديدا، رانا في دومولان طاحونتين بولوغين. هذه الفيضانات هذه مش مرة الأولى هنايا، لكن بون نحاولوا نجوزوا نحاولوا نجوزوا. هلا الله يسترك. السلام عليكم، الله يعاونكم. الله يستر. هلا كنت تشوفوا النافورة عندنا ما شاء الله، فوارة كيما تاع شامونف، خصنا الحوت ويجيبوا لنا الوسمو. هنا هادي جابوا واحد سوري يخدم هذا المشروع، هذا مال فيه غير كيما داروه بورتون. شوف هاد البالوعات هذوما غير كيما خدمهم، وراي عيلك هاد البالوعه هادي او الغطاء تاعها غير كيما خدمهم هذوما. صافي با لونطون اوليو يروح ديراكت يمشي مباشره. هاي الثانيه هنا، هاي هاي الثانيه كاين سالاريان دوكا كيما راكم تشوفوا، يعني عوض انه يمشي بالمشروع تاعو هكا يجي لهنا ويروح مباشره يهبط دار دورات، يعني دورات دار منا دار هكذا اللي هيك. هاي لك ثانيه، هاي لك يعني السوق. تشوفوا العمل ترافاي ماشي الجيريان، بكري كنا نقولوا ترافاي الجيريان، ترافاي سوري. هذا سوري اللي يخدموا على كل حال، مع احتراماتنا لخوتنا في سوريا، لكن انظروا شوفوا البنات كيفاش يجوزوا. شوف شوف هلا الاولى الفوق نورمالمون تجي مباشره لهنا، نورمالمون ملي هيك يجي لهنا ديريكت. علاش الدور؟ بوركوا الدور؟ ملي هيك يجي لعندي لهنا، هاي يكون راني فوقها، هاي لك مفروض حاجه باينه هذه. ملي هيك يجي لهنا مباشره، واش دار؟ دار هاك عند هذاك السيد وراه هاي البالوعه وعاود ولا هاك. تخيل ومن بعدها منا لوين دار؟ دوك نوريكم. ها يا ودي راهي لهنايا وسمو، هايلك الثالثه راهي هنا، ها الثالثه راهي هنا، هايلك شوفوا الثالثه وين. هذا مشروع زعما خاصين عليه جو سي با. عبدو شحال دراهم هذا المشروع؟ شحال؟ 13 مليار. ايه بقى راه حالو بحنايا 13 مليار داهم وراح 13 مليار. باش شوف شوفوا واش تسبب هذا المشروع هذايا، زاد كمل عليها يعني كانت مليحه على كل حال. شوف هذه وحده، دوك هذه تروح للبحر، من البحر هايلك وحده، وبعدها منا باش يطلع ديرك ما يطلع ديرك دار لهنا، هايلك زوج بارك زولوجيك روح منا زوج. الثالثه وين؟ نورمالمون منا على الاقل يا سيدي اطلع ديريكت، روح ديريكت. وين راح؟ ورايا هذيك المراه. صافي ثلاثه، هاي نروح نشوفوا الثالثه وين جايه. بارك زولوجيك هنا لازم السلطات تجي تحاسب هذا الانتربرونور هذا اللي خدم هذه الخدمه هذه، لانه كاين ناس راهم يطيحوا هنا، بيوت راهي تطيح الفوق. ثلاثه، هاي الثالثه ثم الرابعه وين؟ هاي الرابعه وراي، شو وراي؟ بعد الخمسه لهيك. تخيل هاد الماء يحب يكون دروا لي بيز عندك، وكان جا ما عندكش لو مويان باش ديرها ولا لا بوسيبيليتي باش ديرها مباشره، خط مباشر من هيك اهبط ديرك للبحر، من هيك اهبط ديرك للبحر. هنا واش دار؟ تخيل انت الماء تاع فيضان تاع واد، هذا واد نورمالمون مفتوح، معليش مادام ساكنين الناس وكامل غلقوه. بكري في وقت الاستعمار كانوا دايرين دي بيس كبار، هاملك الموديل اللي خرجوه ورماوه، مفروض قد هادو. تخيل دوك انت من هيك يدور اللهن، ومن اللهن يدور للهيك، ها باش تشوف مليح يجي هكذا بدا يدور هكذا لهنا، بدا منا يروح للهيك، بدا من هيك يعاود يدور هكذا، بدا من هنا يعاود يدور هكذا. اتخيل يعني
عمل معوج واش تسبب الان في كل مره تصرى هذه الحمله والفيضان الطريق مكسره الناس السكان ما عندهمش منين يجوزوا السكان هنا ما عندهمش منين يجوزوا نساء جايز زي صغار الاطفال اللي يقراو تلاميذ سوفرانس يعني صح اوليو هنايا يجوا ينقوا لا سورس وراهي هذيك الامبوشيه الفوقا هايلك وراهي فايضه هايلك ما كانش اللي يجي ينقيها على هذا السكان هنا هنا سكان موت وين ينقوا شو لي دراكس هاوليك يجي ينحي ماشي لي كوز ينحوا لي كونسيكونس فهمتني عندك هنايا واش راهو يديروا عندك هاو تراكتور واش راهو يرفدوك النتائج ماشي الاسباب باش ينحي الاسباب اللي راه من الفوق ينحي النتائج اللي راه من تحت اوليو دو ريغلي لي كوز اللي راه من الفوق راح لي كونسيكونس هادو سي دي كونسيكونس علاش لي كونسيكونس ينقي على الطريق باش وين يجوزو وزاره يخاف باسكو هنا يشوفوه باين يفضحوه باسكو هنا دي مينيستري يجوزو كاين دي ريسبونسابل كاين لي زوتوريتي او ينقي دائما يجو ينقو هنا دائما ها البالوعه هادي دائما ينقو فيها هايلي هاو ينقي ها هاو ينقي في بالوعه تاع التحت تاع الطريق علاه باسكو تبان لي كاميرا سيرفايونس الدوله يجوزو منا صح منا للفوق لا كوز مش بعيده لو كان جات بعيده نقولوا 5 كيلومتر ولا 1 كيلومتر نقولوا صعيبه غير قدامه هاوليك تراكتور لي موان الكبار راه هنا يخدم هنا صح باش يتحرك لهنا على ما يطلعش لهنا مثلا باسكو هنا سي دي بيتون سي دي سي دي زابيتون هنا سكان نخلي يموتوا ولتحت لا لتحت مفضوحه الدعوه هنا ماشي مفضوحه علاه علاه راك تنقي تما النتائج هادو النتائج هادو سي لي كونسيكونس علاه ما تروحش لي كوز هام لي كوز هاي لا كوز هاي لك هاي نزوميها باش تشوفوها ها هاي لا كوز هاي لك هادي لا كوز هادي مادام الماو يفيض منها واش معناتها واش معناتها اوتوماتيكمون مادام هادي راهو يفيض الماء منها شي فان اكسبير مي مادام راهو يفيض الماء حبي قلت الثانيه هادي هاد الثانيه راهي مبوشيه والماء مش الحقل الثالثه للبارك زولوجيك هذا مش الحقل الثالثه دونك لو بروبليم راهو هنا هاد التراكس نورمالمون دوك يطلع اللهم لو تراكس هذا اللي راهو لتحت مفروض يطلع الان ينحي لا كوز ينحي النتيجه السبب ينحي السبب لا كوز ماشي النتائج كل يوم يجوا هكذا كل يوم يهبط التراب يجوا يرفدوه يعاودوا يروحوا يهبط التراب يرفدوه يعاودوا يروحوا علاه ها علاه بوركوا علاه هاك تنقي في التراب هاد التراب هذا دوك تنقيه ها كملت غدوه تصب شتي زيد يجي تراب واحد اخر كيف دير زيد تنقيه تما دراهم تاع الدوله راهم يروحوا راهم الشعب هاد الكاميو هذا خالص التراكتور هذا خالص هاد الخدامين خالصين كل يوم يخلصوا كل يوم ينقوا يا وحبس روح نقيه مره لفوق خلاص هاولا مبوشي هاولي كو هنا برك الجزائر قاع حبسه على جال من على جال هاد الدربه هاي الكويت تنقى هنا برك معليش عندنا واحد من السكان هنا حاب يتدخل تفضل السلام عليكم خويا فيصل دير لايف ولا ما دير هاد الحومه ماهيش رايحه تكرا فهمتني خو الحومه هادي ماهيش رايحه تكرا يعجز اللسان عن تعبه يعجز اللسان هل توافقني الراي انه هذا نتائج والسبب راهو هنا وليت تنحي النتائج هنا. لازم تنحي السبب خويا انت اروح يعني اروح هذا قلبه معمر هذا واحد من سكان الحي اللي راه متضرر من هذا قول لي انت يا رحم والديك وين شفت واد اه رايح قباله يدي فيا واد يدي فيا في كنت نحكي لهم عليها كرويت دار كرويت اه هاي لك حاول واحد هنا هنا واش كنت نقول انا اه عاود دار لهنا جلا بعدا منا جلا هنا بعدا منا جلا هنا منا يروح للبحر الما تتلف له هكذا على بالك الاول طلطق حاول يخرج دار الاول تعمر تجي سجرة في الفيراج ما تدورش تحبط قباله اه طلق الطريق فهمتني يا خو صح طلطق ما تسمي روفولي احنا ما نقراو احنا ما نخدمو ولادنا ما يقراو ونسى ما يحطو شريحة مغلوقة في بلدية بولوغين في 2021 الجزائر وهل اسمعك باش يسمعوك مليح هل هذه اول مره يصرى هذا الواد فوالا هل هذه اول مره يصرى هذا الشيء هذا اول مره خويا العزيز هذه راهي حياتنا كاع وحنا هكذايا هذه راهي عندها بزاف
عندها مده وحنا هكذايا دوك تاع توافقني انه اولي راه ينقي لهيك لازم يجي ينقي هنا خير ها اللي قلت تما سي نورمال ينقي تما باسكو الطريق يجوزو هنا ما مجتمعين بينا حنا واحد ما وحس بينا تما راه ينقي خوفا لي زوتوريتي خوف يا رحم الله هذا ما كان هنا ما كاش لي كاميرات سيرفايونس هنا ما كاش لي يشوف فينا تما خويا بان متر مر الطريق بان متر ما يخدمش لا سورس هاي يا رحم الله لا كوز ما ينقيهاش كونسيكونس النتيجة اللي راهي 20 سنتيمتر هاي لك طريق ما كاش الناس هم يجوزوا على الجامع حسبي الله نعم الوكيل يا حسبي الله الله يحفظك الأخ يا ما يحفظك ما يحفظك أتمنى أنكم فهمتوا باللي مازال العصابات مازال لتحت مازال العصابة أنا عدو أنا بالنسبة لي اللي خدم هذا المشروع عصابة اللي راهو ينقي لا النتيجة النتيجة هذه النتيجة كان واحد النقطة فكرت نظر عليها حابك تفكر شوف كي هضرنا مع المير المير قال لك انا خاطيني السيال قال لك انا خاطيني ولي دروليك قال لك انا خاطيني فين نهضروا حنايا السلطات العليا وين راكم وين راكم السلطات العليا الطائره الاداريه تاع باب الواد والي ولايه الجزائر وين راكم عم نهضروا حنايا كي يجي رئيس المجلس الشعبي البلدي تاع بولوغين يقول لك انا خاطيني عم نهضروا حنايا واش نديروا قولوا لنا واش نديروا عم نهضروا سبحان الله العظيم رانا مضرورين رانا مضرورين الله يحفظك بارك الله فيك الله يرفد عليكم الدر ان شاء الله وعلينا كاع على كل حال انا نسكن هنا باش نفهموا يعني انا الفوق شويه لكن طريقي تقدر تكون طريقي خاوتي العزاز نعاود ونأكد عام دائما يجوا ينقوا بلي تراكس هذا الكاميون اعطيه لي انا اعطيه لي دوكا 5 مينوت هذا اللي تجيبوا كل يوم اعطيه لي 5 مينوت دوك نطلعوا لهنا نروح نقي لا سورس هاد ليكيب كامل اللي راهي هنا وليفيكتيف اللي مجايبينهم كل يوم يجيبوهم كل ما تصبش تي يجيبوهم نقي تراب نحي زبل شوف عباك وين لحقت اليوم عاود البحر شو وين راهو زرق هيكا ومارو هنا شاد مارو هذا كاع تراب شو اللي لحقت اللارج شوف طوموبيلات وين راه مضاربين حتى لطرف الدنيا مغلوطه دايما هكذا دايما لا ميم شوز دايما يعاودوا نفس الشيء يجوا ينقوا يروحوا اوليو يروحوا للسبب هاوليك نقيها وتراكسا وينقي عطل في الطوموبيلات ما تعطلهمش روح كاع روح كلها تجي هادي ايش خدمه هادي المشكله اللي دارت هاد التراب هايلك وراك راهي غير هنا غير موراك دا ما داروا ما شافهاش تغاضوا عليها ما شافوهاش هايل مش بعيده دوك نروح ليها تشوفوها بلي مش بعيده ماشي قال ها شحال انا ماشي دوك 10 خطوات داش 12 خطوه 13 خطوة 14 خطوة 15 16 17 خطوة 18 خطوة 19 خطوة 20 21 22 خطوة 23 24 25 26 27 28 خطوة اندورو معليش غرقة هنا ندخلو 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 خطوة هاي لك المشروع راني في 40 خطوة هاولي السبب هذا لك تشوفوه فيه شا راه يدير راه يحفر في التراب هو اللي يهبط التراب للتحت شوفوا كيفاش يحفر التراب للتحت ويهبط التراب للطريق اشاك فوا والطريق تاع الناس اشاك فوا صرا هادي راهي تنقص تزيد تغماق اكثر حبي يقول اشاك فوا تصرات واللي المرور من هاد الطريق هذا صعب مستحيل دوكا ولا مستحيل ومننا للفوق راح يولي خطير ماشي مستحيل يولي دونجورو على الناس وعلى الدراري وعلى العجايز وعلى المرضى دوك خاوتي العزاز ان هانديكابي دوك يقعد في الدار واحد عنده شازلون ها يقعد في الدار منين يهبط هنا حنا انا برجلينا ما قدرناش اوليو ينقي هذا هايلك هاوليك وراه شحال حسبنا 40 خطوه فقط ماشي 40 كيلومتر 40 خطوه قريب ربع سنين اوليو ينقوا هذا ويهنونا ويهنوا الناس لا راهو ينقي في الطريق باش يجوزوا السيارات اوكي قبل ما نروح لهذا الطريق لو ينقي فيها باش يجوزوا السيارات اوليو يدير طريق للناس دوك على الاقل جيب حطب فرشهم يجوزوا فوقهم الناس هاملك عائله ها هابطين رحم باباك يحوسوا على لي راه كرسي منين يجوزوا يحوسوا على لي راه كرسي منين يجوزوا باغ ريسبي مانيش حاب نصورهم لكن ناس عائلات هكذا يجوزوا على الواد سهله ها جيب حطب مادري تاع 3 مترات منا للهيك ها
ثلاثة مدريات الأربعة فرشهم يجوزوا فوقهم الناس ما داروهاش، بصح الطريق تاع الطوموبيل اللي تحتها يغاول يديرها. علاش يديرها؟ على خاطر هذيك مفضوحة، هذيك يشوفوها لي زوتوريتي، هذيك تشوفها الدولة، هذيك يحاسبوه تما طريق تغلقت. علاش تغلقت؟ انا شفناك، انا فقنا لك، احنا ما يفيقولوش. شوف مخبيه ايزولي مسجد الجامع، روح تصلي دوك انت. هادو سكان، هادو كاع سكان هادو كاع يجوزوا منا، كاع يجوزوا منا. هاوليك يهبطوا من او يهبطوا من هم دروج يهبطوا من صح، كي يهبط لهنا وين يجوز انتهى هنا تحبس الطريق تاعك. نولي للنقطة تاع لاغرويت هايلك الاولى، الفواره الاولى تاع شامونف. بون ما راناش شامونف، رانا بولو غير تحت تشبه لها هذيك الفواره، عاد تشبه لها لا اله الا الله محمد رسول الله. واحد هاي الثانيه، اثنين شوف منين، اثنين باش يروح ديرك ما راح ديرك دار هكذا، ثلاثه هاي الثالثه هاي الثالثة، بعد الرابعة والراي هاي الرابعة، بعد الخامسة دور هكذا، والسادسة تروح هكذا. غريب، هذا أمر غريب. نتمنى السلطات تكون شافت هذا الفيديو، أتمنى يدخلوا في أقرب وقت، أتمنى يحبسوا لنا هذا البريكول هذا تاع تنقي غير على الطريق وين يجوزوا باش ما يفيقولكش. هنا قيت هادو سيدي سيتوايان، رانا في 2021، هادو كذلك جزائريين، هادو اللي راهم يجوزوا منا في الغرقة هادية سيدي زاجيريان. جزائريين علاش سياره كي يدير فيها هكذا باش ما تغلقلوش، باسكو كي هذا يغلق هذا يغلق هذا يغلق، وبعدا كاين مسؤولين ما يقدروش يجوزوا، كي ما يجوزوش يفيقوا لهم قالوا شنو صرا واش كاين، على ما خدمتوش خدمتكم. صح هنايا قال ما كاين والو، حمله شتا نورمال ليسيالي. انا قلت لكم 40 خطوه منا لهيك، 40 خطوه ما طلعوش، 40 خطوه ما طلعوش. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، خليكم تتمتعوا لا اله الا الله محمد رسول الله. رجال ما قدروش يجوزوا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أيا شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، خليكم على هذه الصور.